40 يوما عصيبة لياليها ونخراتها الضاجة بأصوات الباروت والدم، حيث سجلت الجوف موقفا مشرفا في معركة استعادة الدولة والدفاع عن الجمهورية، وفي مرحلة توسع الأطماع ونوايا اللاعبين المحليين والإقليميين تقاوم الجوف استماتة ميليشيا الحوثي وحيدة ويتيمة، محاولة اجتياحها في الوقت الذي تتوقف فيه المعارك على طول جبهات الشرعية ومقاومة الانقلاب الممتدة من الساحل غربا وحتى صعدة شمالا. وتحشد ميليشيا الحوثي مقاتليها من محافظات متفرقة، وتخوض بهم للشهر الثاني على التوالي معارك عنيفة على امتداد جبهات القتال في المحافظة في مسعى منها لتحقيق تقدم على الأرض، غير أنها وحتى اليوم وفقا للجيش الوطني لم تتمكن فعليا من التقدم رغم تكثيف هجماتها اليومية على جبهات الغيل والمحزمات غربا والعقبة وسلسلة جبال حام الواقعتين في الجهة الشمالية والشمال الشرقي من عاصمة المحافظة. أكثر من شهر ويحاول اقتحام بعض المواقع في من مواقع قواتنا في الغيل وفي المصلوب وفي الجرعوب وفي حام وفي العقبة، لكن زي ما قلنا لك أن الرجال الأبطال صابدين في كل الجبهات في هذه المعركة الكبيرة التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أبطال الجوف من أبناء الجوف الأبطال. معارك هي الأعنف تشتد وتيرتها على الدوام ولا تكاد تهدأ حتى تعود من جديد بين الجيش الوطني والميليشيا، والنتيجة كالعادة عشرات القتلى والجرحى، تحصد الميليشيا الرقم الأكبر من ذلك سيما وهي من تدفع بعناصرها إلى محارق جماعية ومعارك خاسرة كما تقول المنطقة العسكرية السادسة. معنا أسرى ومعنا قتلى من قتلى العدو وسلاح وذخائر وعتاد، وإن شاء الله مهزومين وبإذن الله وبصمود الأبطال. هكذا تبدو الجوف في شهرها الثاني من اشتداد المواجهات والضغط المستمر لميليشيا الحوثي على مواقع الجيش في جبهات المحافظة، الأمر الذي تثار معه أسئلة كثيرة عن أسباب توقف جبهات الشرعية في أغلب المحافظات اليمنية وفي هذا التوقيت من معركة الدولة ضد الانقلاب والتي بإمكانها تخفيف الضغط على الجوف. ولماذا تبدو في موقف المتفرج؟ أم أن الشرعية والتحالف ومن خلال خذلانهم المستمر لتطلعات اليمنيين ينتظران سقوط الجوف بيد ميليشيا الحوثي كسابقتها؟ علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.